ليس سهلاً العمل في أروقة واشنطن، فالبلاد قلعة لللوبي الإسرائيلي، وقطعاً ليس نزهة الإجهار بالهوية الفلسطينية والرواية الفلسطينية والحقيقة الفلسطينية. هناك في كمان منظمات فلسطينية أمريكية عربية أمريكية تعمل من منظور أمريكي لكي يكون لها تأثير سياسي. هل ينجح اللوبي الفلسطيني والعربي في التأثير في سير الانتخابات الرئاسية؟ هذا هو المخوف الذي يخيف إسرائيل ويخيف أمريكا. نون النضال مع دكتور ليلى فرسخ الباحثة الفلسطينية في مجال الاقتصاد السياسي، ودكتور مي صيقلي الأستاذة والباحثة الفلسطينية في التاريخ. نون النضال يأتيكم في الأوقات التالية.